أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من الشرق سينما، ونقدمها لكم هذه المرة أيضا من برلين، من العاصمة الألمانية، حيث تقام الدورة 73 لمهرجان برلين السينمائي الدولي. اللقطات التي مرت من أمامنا قبل قليل كانت للجمهور الغفير الذي اكتظ رغم برودة الجو ورغم كون اليوم نهار عمل اعتيادي. الجمهور احتشد ودخل إلى القاعة وصالات المهرجان محتشدة بالجمهور. بالتأكيد هذا يدلل على أن السينما بدأت تعود بشكل وئيد إلى اعتيادياتها، والجمهور يعود إلى الصالات، وهذا أمر إيجابي بالتأكيد. بالأمس حدثتكم عن الحضور العربي في المهرجان، هذا اليوم أيضا أبدأ معكم مع حضور عربي من شكل آخر، ليس عربيا المخرج الذي سأتحدث عنه إنه إيطالي، لكن مجمل أعماله التي أنجزها منذ بدايات الألفية وحتى الآن تناولت قضايا لها علاقة بشعوبنا العربية وبمنطقتنا. أنجز أفلاما عن فلسطين، وأنجز أفلاما عن مصر، وأنجز أفلاما عن كردستان العراق وكردستان تركيا، وأفلاما تناولت نضالات وكفاحات ومجتمعات هذه المنطقة بشكل عام. احنا الشعب الشيانين، إلى أن ستيفانو سافونا في هذا المهرجان يعود إلى بلده، يعود إلى مدينة بيرغامو ويقدم فيلم جدران بيرغامو. بيرغامو هي المدينة الشمالية الإيطالية القريبة من ميلانو، هي المدينة التي ولدت فيها أو بالأحرى أعلن عن أول إصابة لكورونا في إيطاليا في بداية قبل 3 سنين. ستيفانو سافونا عاد إلى تلك المدينة وصور عمله الجديد المقدم في مسابقة بانوراما في هذه الدورة من المهرجان، ونقل لنا الإحساس الذي ولدته جدران المستشفى المركزي في مدينة بيرغامو، تلك الجدران البيضاء العالية والمرقطة فقط بنقاط سوداء هي الشبابيك المطلة على الشارع. ستيفانو آخر أو بالأحرى ستيفان عامل البناء الروماني الشاب في مطلع الصيف وهو يستعد للرحيل إلى رومانيا للعودة إلى بلاده من بروكسل حيث يعمل لقضاء 4 أسابيع من العطلة، لكن تدور في ذهني ستيفانو فكرة أنني قضيت وقتا طويلا في الغربة، فلماذا لا أعود إلى بلادي؟ سأبدأ رحلتي هذه، ربما سأمدد العطلة لبضعة أسابيع لأرى. قبل السفر إلى رومانيا يلتقي بالصدفة بباحثة بلجيكية صينية وهي تعمل داخل غابة تدرس الطحالب والفطريات، تتولد علاقة ما بين هذين الشخصين. في هذا الفيلم المخرج البلجيكي باس ديفوس يتناول أيضا الأسرة التي تولد ما بين أناس جاءوا من ثقافات مختلفة، بالضبط كما فعل في فيلمه السابق تروبيكال جوست. أفلامه هي عبارة عن أفلام طريق، وفي هذا الطريق يتعرف الناس على بعضهم. The idea of migration as being important to me, it just comes from the fact that I live in Brussels and that Brussels is a city that only can be because of migration. We are probably already a city of minorities. It's one of the most diverse cities in the world with the most languages, and it is a part of our daily life to be constantly negotiating space with different people that come from somewhere else but that look exactly like me, like Stefan, and people that grew up in Brussels even though I didn't, but that look nothing like me, like Leo. وهكذا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من تغطيتنا المتواصلة من خلال
الشرق سينما لتفاصيل الدورة 73 لمهرجان برلين السينمائي الدولي. ألتقيكم غدا في تغطية أخرى. إلى ذلك الحين لكم مني آلاف التحايا وملايين الأماني.